العلاج نهائيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. الله يبارك فيكم. يا حبيب عيونك الحلوة يا عيال. صلوا على النبي. الله يمسيك بالخير أبو علي. يلا يعطيك العافية. الله يسعدك. وفق. شباب من منطلق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه تهادوا تحابوا. عيوني يا حبيبي اقول من منطلق حديث الرسول اللهم صل وسلم عليه تهادوا تحاب زياد الاحمدي لو سمحت ممكن تجي عندي هنا عبد الله يا حبيبي بسم الله الله وين بن درعا ما شاء الله حبيبي الله يسعدك ان شاء الله انا هديتي الله يرضى عليك انا هديتي طيب انا هديتي ابى اقول لك انا هديتي زياد نبته الصبار يا سلام طبعا بحطها هنا بعد اذنك زياد اي خلاص نبتة الصبار نبتة تعلم الصبر والعطاء وزياد ما شاء الله عليه مهتم بالإعلام ومتجه إلى الإعلام يستاهل فأنا أهديها الصبار كرمزية الله يسعدك كرمزية هاتها بشيلها معي معي كرمزية حتى يتعلم منها الصبر طبعا إن شاء الله بإذن الله الصبر عشان اللي معي عون بإذن الله أنت طبعا هذه راح تزرعها داخل القرية بإذن الله يعني متفائل فيك إن شاء الله تدخل الله يسعدك أبو عبد الله فهذه نبتة معطاءة تستفيد منها للجلد للشعر تمام وتستخدم كعلاج وايضا يعني اطرافها حاده هذه ترمز الى النقد السلبي اللي ممكن تواجهه في الاعلام يا سلام فلا يهمونك يا سلام الله يسعدك ارقى سنود الله يسعدك جزاك الله خير الله يسعدك ابو ريا الله بس الهديه كلها معنى زي كذا صراحه ان شاء الله هو بيزرعها في القريه وبيعتني فيها معناها قيم جدا الله يرضى عليك بزرعها في الغرفه جنب السرير ابو علي حط جنب السفينه كان اخطبوط اخضر انت يا شيخ على الصوره بالله ايش رايك